السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم مجلة الأسرار. اليوم في سلسلة أو يعني برنامجنا التقني سوف نتعرف على كيفية تحويل النص أو الهامش الذي يكون في أسفل المستند بالوورد مايكروسوفت أوفيس. أنا أعمل الآن على نسخة 2013، كيف نحولها من اليسار إلى اليمين؟ أنا أيضاً واجهتني نفس المشكلة في الكثير من البحوث أو المطبوعات التي أقوم بكتابتها، وهذه المشكلة بسيطة والحمد لله سوف أشارككم إياها. أولاً يجب أن يكون لدينا نص، مثلاً بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أوكي. نقوم بتحويل النص إلى اليمين. الآن لدينا مثلا هذا الرحيم، مثلا نريد أن نقول عنه شيء أو أن نشرحه. نقوم بالذهاب إلى references. أنا لدي بالفرنسية، ثم تضغط على هذه العلامة فيها أبي أس واحد أنسيغو أن نيفو نوت أو أن نوت دو باز دو باش. ثم ترى أن في الأسفل لدينا خط ولدينا هامش فيه الرقم، رقم الإحالة التي هي هذه واحد. الحل لتحويل هذا الخط وهذا النص وهذا الهامش إلى اليمين هو بسيط جدا. مثلا هنا نكتب مثلا الرحيم هو الله. سنقوم بتحويل، مثلا تقوم بالضغط على هذه العلامة فترى أن الخط لازال هنا. هذا ليس حل. الحل البسيط جدا والسهل هو أن تذهب إلى هذا المكان، أن تقوم بالضغط هنا ثم تحدد هذا النص، تحدد هذا النص ثم تضغط عليه بكليك يمين أو الضغط على الزر الأيمن للفأرة ثم على تعديل. ثم الآن سوف تضغط على هذا الزر Tool Script. سوف نرى الآن أوكي. نرى أن النص تحول هو مع هذا الخط، ثم نرى أن هذا الرقم واحد الإحالة يوجد في اليسار، يجب أن يكون في اليمين. نضغط فقط هنا ثم نضغطون فنرى أن هذا الرقم تم تحويله إلى هذه الجهة. هذا هو الحل البسيط جدا. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم وبالتوفيق إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر اللايك أو الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. كان معكم سعيد على قناتكم مجلة الأسواق، والسلام عليكم ورحمة الله.